يعني خليني احكي لكم الابراج. اول اشي عندي برج الدلو وبرج الحمل. برجك يا برج الحمل، برج العذراء وبرج الثور، وكمان عندنا برج العقرب وبس. طيب خليني اخذ لكم كمان كروت نصيحه. نشوف الرومانس شو بيحكوا لنا. ملائكة الحب يعني حاليا هذا الشخص مستقر، يمكن ماديا هو مستقر، احتمال يكون هذا زواج وصار في مشكلة بيناتكم وانفصلتوا، مثلا انفصلتوا عن طريق المحكمة او عن طريق مثلا، يمكن مثلا مو محكمة، يمكن انفصلتوا بس لسه ما وصلت المحكمة، احتمال. كمان احتمال هذا الشخص بيقربك، يعني قريب منك مثلا من القرايب اشي هيك، ولكن وضعه المادي حاليا هو مستقر وهو بيشتغل على انه يستقر وضعه المادي. اكتر اشي هو مهتم في المادة جدا جدا. على فكرة الشخص هذا احتمال يطنشكو، ما معطيكو اهتمام نهائيا، ويمكن نوعيته هو شخص متكبر. طيب يمكن يكون هذا الشخص مثلا مو معطيكو اي اهتمام، او مثلا انه داير وجهه عنكو. يمكن هذا الشخص مثلا بحب المال كتير لدرجة انه مثلا مستعد يخسرك عشان المال. كمان يمكن هذا الشخص بيشتغل في مجال أسري مع أسرته، يعني مع عيلته مع قرايبه، ملتهي بشغله أكتر مثلا إنه من العاطفة. بس هو على فكرة هذا الإنسان قاعد بنتظر فيك يا برج الحمل. يمكن هذا الإنسان متزوج في علاقة تانية، أنت علاقة تانية تكون معاه، تمام؟ كل واحد ياخد القصة اللي له، كل واحد طاقته. يعني انا بعطيكوا اكتر من اختيار. كمان هذا الشخص ينتظر منك رد صد اي اشي، وانت يا برج الحمل مو متحرك نهائيا، لانه انت يا برج الحمل هذا الشخص تباعد عنك دون سابق انذار وتركك ورحل، لانك انت متجمد المشاعر من ناحيته، وانت كأنه ما بدك مثلا تعطيه فرصة اخرى، ما بدك، كأنه انت حاسس حالك انك استشفيت من هذا الشخص، اخلعته من حياتك. احتمال يكون عندك استشفاء. على فكرة هذا الشخص بحبك جدا 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 جدا، هو شايفك انسان رائع جدا جدا، انسان طيب متسامح خدوم، انسان مو تعلف ولا دوران، انسان عندك بدال الموهبة 10. يعني احتمال تكون انسان مثلا زي انت انسى، شافك جميلة جدا جدا، محبة جدا، قلبك طيب جدا جدا، وانسان لا تعلم او ما بتعرف غير الطيبة، ذكية جدا جدا على فكرة، وشايفكو. وكمان هو شايفكو انه انتو احتمال منكو، هذا الشخص شايفكو انه انتو عمالكو بتنتظروا منه مصالحة، احتمال، لان انت حاليا يا برج الحمل في استقرار وزواج، والشخص هذا احتمال يكون هو مستقر وانتو مستقرين، يعني كل واحد مستقر في حياته. احتمال انت يا برج الحمل، بس انا شايفك سعيد جدا، او يعني نحكي على مستوى العائلي سعيد، ننسى مستوى العاطفة مثلا، انه عندك مثلا نجاحات في العائلة، عندك انجازات عملتها في العائلة، يمكن انه مثلا استقريت عائليا،
مع ان انت انا شايفك انه زعلان من ناحية العاطفة، لانك انت هو شايفك في عقله الواعي ان انت انسحبت من العلاقة، وكمان هو شايفك ان انت عندك عدة شخصيات، ماهر في لبس الشخصيات اللي اكتر من شخصية. يعني مثلا فجأة بتطلع له بحبك وكل اشي رومانسي جدا وكل الرومانسية فيك، وفجأة بتقلب على وش الخشب، فجأة بتصير شاعر، فجأة بتصير كاتب. كاتب يعني انه كاتب مثلا، نحكي يوم بتكون مثلا بتكوني انت ضد الرجل، يوم بتكوني مع الرجل، او يوم بتكوني مع الحب ويوم بتكوني ضد الحب، هيك شيء متقلب اكتر من شخصية. يعني على فكرة هو متحير، هو واقف هيك بقول طب اي شخصية هي منهم، هيك ولا هيك ولا هيك، طب هل هي بتحبني، طب هل هي بتعبر عن مشاعرها عشاني مثلا، هيك يعني هو بوقف وبنتظر مثلا تعبير. فهو شايف انه عندك اكتر من شخصية، او يعني عندك كشخص عندك اكتر، اذا انت رجل عندك اكتر من شخصية، بتلبس 100 شخصية. مش نفاق على فكرة، لانه شايفك طيب جدا جدا، وشايفك متسامح جدا جدا، وشايفك كمان انت اشي بستنى فيه من سنين، الحب كله متسامح يا طيب. هو يعني هذا الشخص اذا هو مثلا عملكوا تطنيشة وتجاهل مثلا، ومثلا عرض عليكم عودة تجاهلكم، فهو شايفكم كيف بدي احكي لكم، شايفكم انه انتم من عند الله اجيتوه، فرصة من الله اجيتوه. بس هو شايفك انه انت، هو على فكرة هذا الانسان بوقف مستغرب شخصيتك، انه انت بوقفك. طب هو مثلا انت على الفيس بتنزل يوم مثلا انني بحب الحياة، فالحياة مثلا مش عارف شو، يوم بتنزل انها الحياة مثلا بتعطي للي مالوش حظ ومالوش، يعني هيك انه يوم مع الحياة ويوم ضد الحياة، يوم مع الحب ويوم ضد الحب. انت كأنك متردد، شخصيتك مترددة، لانه هو شايفك هو واقف هيك وبحكي طب ايش بده بالضبط، طب شو بعمل هو، ليش بحكي هيك، طب ما هو كان يحكي لي اني بحبك، طب ما هو كان يحكي لي فجأة نزل انه انا مش طايق جنس ادم كله، او مش شرط يعني ايش نجاح جنس ادم، بس مو طايق مثلا قصة الحب كلياتها، يوم نفسي اشعر بالحب، يوم مثلا تعالوا نوقف وقفة ضد الحب، الحب مثلا خذلنا، يوم تلك الحب افرحنا. فهيك انت كل يوم بحال، كل يوم متقلب، كل يوم كاتب، كل يوم شاعر، كل يوم طباخ، كل يوم مثلا، كل يوم انت مثلا اذا انت ست كل يوم شكل جديد، لوك جديد، او مثلا مو شرط انك تغيري لون شعر او اشي، يمكن لبسه جديده، او يمكن تظهر بشخصيه غير شخصيتك، فجاه تكوني دكتوره، فجاه تكوني فجاه تكوني مهندسه مثلا تعملي ديكورات لبيتك، مثلا فجاه تكوني تقراي تاروت. ففهمتوا فين تناقض في الشخصيه؟ هذا الشخص واقف واقفه مع النفس، وواقف وبتطلع بحكي طب شو اللي بصير، يعني بدي افهمها، انا حابب افهمها لانه مو فاهمه، لانه هو تقريبا تخربط بشخصياتكم، بشخصيتك، حس انه في اشي خربطه، في اشي خربطه. يا برج الحمل، الشخص هذا شو المشكله شايفها؟ اول اشي انت يا برج الحمل شايف انه انت ما عندك امل لمثلا العلاقه هاي، كمان هو شايفك في مسافات بعيده بيناتكم، وكانه من المستحيل الوصول الى حل في العلاقه هاي، او مثلا اذا كنتوا بدكم تتزوجوا مثلا مستحيل يصير هذا الزواج، لانه انتوا الشخصين مرتبطين، او شخص منكم مرتبط بالتزامات غير انتوا. الشخص على فكره تعبان جدا جدا في التفكير فيكم، جدا جدا، وبراقبكم على السوشيال وين ما كان، بيراقب فيكم. يعني هذا الشخص محطم من ناحيتكم،
إيه على فكرة يا جماعة، إذا حدا بيحكي لي الطاقة عكسية أو القراءة عكسية، صح بس عكسية كمان، ما أنا بحكي لكم القراءة تقبل العكس، لأنه أنت بكون عقلك الباطني محفظ في المعلومات هاي وإحنا بنقرأها، وهو العكس يعني في عقله الباطني محفظ في المعلومات العكسية. إن شاء الله رح أطلع فيديو أحكي لكم عن هذه الطاقة العكسية وشو كمان نعمل فيها. فهذا الشخص متحير جدا فيه يعني جدا. طب احنا شو نعمل؟ طب اروح اصالحه؟ هو مشوش على فكره، الشخص هذا مشوش جدا، يمكن مرتبط هذا الشخص، احس انه هو مرتبط بزواج مستقر، او مرتبط بعائله مثلا نوع مسيطره متسلطه، مثلا مو راضيه بزواجكم، كانه ما في امل في زواجكم، فاقدين الامل في الزواج هذا او في العلاقه هاي بسبب حدا مسيطر عليه في العائلة، أو مسيطر عليه في التفكير، أو يمكن هو في علاقة تانية هالعلاقة مسيطر عليه نوع من التسلط، مو حب، تسلط، لأنه هو مشاعره إلكم كتير مو شوية، هو حاسس إن العلاقة فاقدة الأمل، وهو حاسس إنه أنت مو مستشفي من اللي صار في الماضي، لساتك زعلان. إذا صار مثلا بينكم مشكلة، الشخص هذا حاسك إنك أنت زعلان جدا جدا جدا. فهذا الشخص يعني نيته بصراحة، الشخص هذا لبرج الحمل نيته الزواج، ونيته إنه يرجع، وهو واقف وبلاقي نواياه إنه يعرض عليك أكثر من حل يعجبك، لأن هذا الشخص بحب. خليني أشوف لك القمر هون، بقول لك صح إنه ارتباط، يلا عيشوا في ارتباط هون في القراءة، إنه اللي حياتك في الحب تصعد إلى مستوى عالي من الالتزام. يعني في ناس منكم المنفصلين رح يرجعوا، والمش مرتبطين راح يصير ارتباط بيناتكم. اذا انتم زعلانين من هذا الشخص انه ما رفع مستوى العلاقه، فهو راجع هذا الشخص نواياه انه يرسم هذه العلاقه ويصير زواج بيناتكم. على فكره الشخص بحبكم جدا جدا طحن، شايفكم انتم شايفكم غريبين طيبين، شخصياتكم جميله جدا، بتأنقوا في الشخصيات، وبرج الحمل يعني معروف انه شخص كاريزما وشخص بيحب التغيير والباشن والاشياء هاي. كثير كثير نظرة هذا الشخص، وعلى فكرة نواياه انه يعرض عليكم اكثر من حل، يعرض عليكم اكثر من انه علاقة مثلا حب، لا علاقة زواج اكثر. هذا الشخص كأنه بده يعطيكم انه مثلا يجي يحكي لكم انا راح احقق لكم كل احلامكم، لانه هيك يمكن هو في استقرار حاليا او بيحاول انه يستقر ماديا. هذا الانسان يمكن انتم تتعاملوا مع برج الثور فبتحسوا بطيء، لانه هون مشتت يعني، على فكره ما تتقيدوا في الابراج. طب خليني اطلع لكم كروت من القمر. خلينا ناخذ نصيحه من القمر. فيعني يا جماعة الشخص هذا بحبه جدا، وهو ناوي الارتباط ان شاء الله، في رجوع لبرج الحمل، اللي بيسأل المنفصلين في رجوع او في رجوع. الشخص هذا بحبه جدا جدا، وكان فاقد الامل في العلاقة، بس هو زي بحاول انه يرجع الامل للعلاقة، بحاول يعمل جهده لحتى يحقق لكم امنياتكم. وعلى فكرة هذا الشخص راح يتواصل معك عن طريق الانترنت، عن طريق رسالة مسج، اتصال مفاجئ على فكرة راح تتفاجئوا في هذا الاتصال. اذا زمان انكم منفصلين مدة، انا حاسس ان هذا الانفصال له مدة طويلة، هذا الشخص راح يفاجئكم في اتصال. طيب خلينا نشوف القمر شو بده يحكي لنا كمان. طيب خلينا نعطي لكم كمان كارت